السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم عصير طماطم بنكهة الفراولة. عصير كيجي لذيذ بزاف، وخا حنا ما كنستعملوش الطماطم في العصير، ولكن هاد المرة غادي نستعملها في العصير وغادي يعجبكم ان شاء الله. بالنسبة للمكونات اللي كنحتاجو في هاد الوصفة، غنحتاجو 250 غرام من الطماطم، كنزولو البودور، كنغسلوها ونزولو القشرة والبودور وكنقطعوها بهاد الشكل. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الفراولة او حبة الفراولة اللي موجودة عندكم، واخا تكون قليلة غتعطينا المذاق في هاد الوصفة. جوج قطع من الجبن، غنحتاجو سكر سنيدة او سكر حبيبات كيبقى حسب الذوق، ونصف لتر من الماء. بالنسبة للناس اللي كيفضلوا الحليب مع الفراولة فيمكن لهم يستبدلوا الماء بالحليب. بالنسبة للطريقة فهي سهلة بزاف. غادي نوضعو طماطم اللي كما قلت لكم قشرناها وزولنا البودور، قطعناها لقطع صغيرة، غنضيفو لها فراولة. أنا كانت عندي في المجمد هاد الفراولة، غنضيفو جوج القطع من الجبن، سكر، وغنضيف نصف لتر من الماء. سأقوم بمجميع هذه المكونات من بعد فغادي نوريكم الشكل النهائي لهذا العصير. بعد ما كيوجد العصير ديالنا كنصبوه في الكيسان بهذا الشكل، كيجي لذيذ ورائع جدا، غادي يعجبكم بزاف. ما عليكم فقط غير تجربوه. شكرا على التتبع ديالكم، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي قدمت لكم اليوم بطماطم ونكهه الفراوله. شكرا على التتبع ديالكم، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش اللي عجبكم الفوسفات بارطاجيو الفيديو باش يستافد منه الجميع، تشتركوا في القناه باش ديما توصلوا بجديد القناه. للاطلاع على المزيد من الوصفات زوروا موقعين chefmariam.com، ايضا موقع شيواتي. الى اللقاء الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله.